نعزي أنفسنا والعالم الإسلامي والإمام الحجة المنتظر عجل الله فرجه بذكرى استشهاد الإمام الجواد عليه السلام. نسأل الله أن يمن على العراق وعلى شعبه وأرضه بالخير والبركة والأمان. بمناسبة استشهاد الإمام الجواد عليه السلام نعزي الأمة الإسلامية ومراجعنا العظام بهذه المصيبة الأليمة، وندعو من الله أن يوفق الشعب العراقي لكل خير، إنه سميع الدعاء. نحن في هذه المناسبة الأليمة نعزي مقام صاحب العصر والزمان، ونعزي الأمة الإسلامية في داخل العراق وخارج العراق، ونحن هنا في العتبة الكاظمية المقدسة، يعني كل السبل متوفرة، المواكب موجودة حاليا، الخدمات موجودة، القوات الأمنية منتشرة، العتبة يعني قيامها في أفضل نوع من الخدمة قائمة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعز الإمام المهدي عجل الله فرجه باستشهاد جده الإمام محمد الجواد، ونعز المسلمين جميعا في هذا المصاب الجلل، ورحمة الله وبركاته. وعزي نفسي وعزي العالم الإسلامي بشهادة الإمام المظلوم والإمام الهمام سيدي مولاي الإمام محمد الجواد عليه السلام، وأسأل الله للمؤمنين والمؤمنات العودة وزيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعزي أنفسنا والمؤمنين بشهادة الإمام الجواد، نعزي صاحب العصر والزمان بهذا المصاب الجلل، ونحن سائرين إن شاء الله على خطاهم في الدنيا والآخرة، اللهم اجعلنا معهم في الدنيا والآخرة، سائرين على دربهم إن شاء الله تعالى. نعزي الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف والأمة الإسلامية ومراجعنا العظام بمناسبة استشهاد سيدي ومولاي الإمام محمد الجواد، وهذه المناسبة التي تمر علينا المناسبة الأليمة كل عام، والمؤمنين يعزون بهذه المناسبة، وتكون مناسبة عند الشيعة هي بإحياء ذكرى أهل البيت عليهم السلام وتعظيم شعائر الله فيهم. نعزي الأمة الإسلامية ونعزي علماءنا ونعزي جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها بالمصاب الجلل، مصاب سيدنا ومولانا الإمام محمد ابن علي الجواد، الإمام النقي التقي، الإمام شباب الأئمة صلوات الله عليه، إمامنا وسيدنا الإمام الجواد، يعني تاريخه حافل على الرغم من السنوات القصيرة التي عاشها، لكن كانت كل سنة وكل يوم من أيام الإمام الجواد هو موقف من مواقف امتداد النبوة وامتداد الإمامة على مستوى الإمام الجواد، حتى يهيئ لدولة العدل الإلهي دولة صاحب العصر والزمان.